أحبهم رسول الله. هو الذي قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهو أبو تراب، وهو أبو الحسن، وهو مصباح التوحيد، وهو باب مدينة العلم، وهو أمير المؤمنين. من هو؟ لا شك ولا ريب، إنه أسد الله الغالب، وصاحب المناقب، وجد المنسوبين، مولانا علي بن أبي طالب، أول الفتيان إسلاما. أسلم وساند النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر في قلبه حب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين أصحابه، بين المهاجرين والأنصار، يقول النبي: فلان من المهاجرين أخو فلان من الأنصار. وجاء علي، جاء علي يقول للنبي محمد: يا رسول الله، لقد آخيت بين أصحابك ولم تؤاخي بيني وبين أحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر. كم كان رسول الله يحب عليا. هو علي يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. ورسول الله محمد يشهد لصهره ولابن عمه ولحبيب قلبه علي بالعلم، فيقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بالعلم، فكان أعلم أصحابه، وشهد له بالتقوى وبالصلاح، بل وزوجه خير بناته صلى الله عليه وسلم، أعطاه فاطمة، أعطاه أفضل نساء الأمة، وقال لها: زوجتك بأعلم أمتي. كم كان رسول الله يحب عليا. رسول الله يقول ذات يوم لأصحابه: إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم، أي أوحى إلي بذلك. فقال الصحابة: يا رسول الله، سمهم لنا، من هم؟ فقال النبي: ثلاثا، علي منهم، علي منهم، علي منهم. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو علي بن أبي طالب الذي أحبه رسول الله،
والذي شهد كل المشاهد مع النبي إلا في تبوك، ماذا حصل؟ خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، وخرج النبي لتبوك. صار المنافقون يقولون لسيدنا علي، يقولون: لقد تركك محمد استثقالا وتخفيفا منك. فحزن علي ولحق رسول الله، أخذ سيفه وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي فأخبره علي بقول المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبوا. قال: كذبوا، إنما خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أي فأنت أخي يا علي. فعاد علي مسرورا إلى المدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بين مكة والمدينة، وقف الرسول في غدير خم، منطقة بين مكة والمدينة، وقال لأصحابه: قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي وقال صلى الله عليه وسلم: قال من كنت مولاه فهذا وليه، أي من كنت ناصره فعلي ينصره، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ورسول الله محمد هو الذي أعطى عليا الراية يوم خيبر، وقال لأصحابه: لأعطين الراية لشخص يحب الله ويحب الرسول ويحبه الله ويحبه الرسول. فلمن كانت تلك الراية؟ كانت لأسد الله الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولما نزل قول الله تعالى في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا الرسول عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. ومات رسول الله وكان راضيا كل الرضا عن سيدنا علي رضي الله عنه. وبعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان بويع علي أميرا للمؤمنين. وفي خلافته يدخل عليه 40 يهوديا. ماذا يقولون؟ أتوا دار الخلافة وقالوا لعلي: يا علي، أين الله وكيف الله؟ ماذا قال مصباح العلم؟ ماذا قال مصباح التوحيد؟ ماذا قال صخرة العلم والتوحيد؟
قال لهم: إن الذي أين الأين لا أين لها، أي إن الذي خلق المكان لا مكان له، وإن الذي كيف الكيف، أي خلق صفات الأجسام، لا كيف لها. فالله ليس جسما. وقال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، أي من زعم أن الله تعالى متحيز في جهة ومكان، أو أنه في جهة فوق أو تحت، هذا ما عرف الله. هذا كلام أمير المؤمنين علي، من شهد له رسول الله فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فعلي بن أبي طالب رجل من أساطين الأمة، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله، وهو الذي الجنة تشتاق إليه، فرضي الله عنه وأرضاه. أحبه رسول